صباح الخير عن جديد لكم مشاهدينا، ولو وصلنا لأولى محطاتنا الحوارية لليوم اللي رح تكون مخصصة لذوي الهمم أو ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو القدرات المتفوقة. تتعدد التسميات لهي الفئة لكن لهم تعامل خاص واعتبارات من خلال دمجهم بسوق العمل. يا عفاف تماما ليلى، واليوم رح نحكي أكثر بخصوص هي الفئة من المجتمع ذوي القدرات المتفوقة، وكمان لهم هذا الاسم لأنه كل حدا اليوم عنده هي المشكلة أو هذا الاضطراب أو هذا المرض رح نتعرف عليه أكثر، رح يكون عنده مقدرات إبداعية ومميزات أكيد بحياته. اليوم رح نعرف مدى تقبل الأهل وصاحب العمل والسوق العمل لهدول الأشخاص ولهي الفئة بالضبط، كيف ممكن يتقبلون المجتمع وكيف عم تتم طريقة التعامل معهم ودمجهم أيضا بالحياة أكثر والمجتمع. مع الاختصاصية التربوية راما حمودة بدي لك صباح الخير ورمضان كريم. يسعد صباحك ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى جميع المشاهدين، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. بداية كنا بنعرف ذوي الاحتياجات الخاصة عندهم قدرات كتير كبيرة، قدرات إبداعية، خلينا نحكي عن تقبل المجتمع لهم. هلا بداية أول شيء نحن بلشنا نطلع من كلمة ذوي الإعاقة لأنه يعني أنا أولاً ما بدي أنظر لهم نظرة شوي دونية أو بتشعرهم أنهم هن فعلاً هن أقل من المجتمع، أقل من أفراد المجتمع أو أقرانهم. لهيك أنا وقت اشتغلت على تقبل المجتمع طبعاً من خلال عدة إجراءات وعدة أمور، لكن بالبداية هلأ مين هن ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم مثل ما صرنا نحن بنحب نقولهم، هن أشخاص مثلنا مثلهم، ما بيختلفوا عنا، لكن هن لهم متطلبات معينة. هاي المتطلبات بتخلينا نقدم لهم المساعدة لكن مو القيام بكل المهام. لهيك أنا إدماجهم بسوق العمل هو صار حاجة ضرورية لحتى يستثمروا القدرات الموجودة عندهم، لأنه قولا واحدا عندهم قدرات، بما أنه نحن قلنا ذوي القدرات المتفوقة معناتها عندهم قدر، عندهم نوع أو جانب معين من القدرات. هن انحرموا من شيء لكن أكيد في عندهم شيء ممكن يعطوه بقدرات إبداعية. لهيك هلأ نحن بهذا الوقت بلشنا نتقبل تواجدهم بالمجتمع. ليش؟ قبل كنا مستخدمين هاي النظرة اللي هن أقل من المجتمع، أما هلأ لا، صار في تطور، صار في انفتاح، صار في دمج لهدول الاحتياجات الخاصة بالمجتمع، فبلشنا نتقبلهم طبعا عن طريق عدة إجراءات أكيد رح نحكي فيها. صحيح، مثل ما حكيتي من زمان كنا أو كانوا الأهل أكثر شيء يخبوا هدول الأطفال أو هدول الأشخاص عن المجتمع أكثر شيء من كرمال ما يتعرضوا للتنمر، ولكن اليوم عم نشوف إنه هدول الأشخاص قادرين فعلاً وعم يتموا بإنجازات جداً فعالة، إن كان بالمطبخ الرمضاني هلأ عم نشوف مشاركات رسم، قصص كتير. يعني اليوم معايير دمجهم بسوق العمل كيف عم يتموا وشو هي؟ هلا اول شيء البدايه كانت من عند وزاره التربيه، مشكوره كانت حطت معايير معينه للبدء بدمج هدول ذوي الاحتياجات بالمدارس، لانه بالنهايه هن عندهم احتياجات، هي الاحتياجات بتبلش من التعليم. طبعا نحن تجاوزنا البيئه الحاضنه ورح نرجع نحكي عنها، لكن وزاره التربيه هي اللي ساهمت باخراجهم من البيئه الحاضنه اللي هي العائله او الاسره للمجتمع وفق شروط معينه. طبعا هي الشروط كانت بتساعدهم على الدمج، لكن في واجهنا صعوبات مع الاهل يلي هن ما بيتقبلوا انه ليش هذا الطفل بلتو بهي المدرسه ونحن طفلنا لا، لانه كان في معايير محدده نحن مشان نحميهم من التنمر اللي انت حكيتي عنه، فحطينا هي المعايير مشان ما تكون ظالمه لهم، ظالمة لهم من ناحية كاحتياجات خاصة ولأقرانهم يلي هن بدهم يندمجوا معهم. يعني أنا بده يكون في عندي مناهج بتناسب هي الفئة من الأطفال، بده يكون في عندي أساليب تعليمية، وبده يكون عندي كمان البنية التحتية لهي المنشآت المدارس يعني تساعد على هدول الأشخاص على الاندماج بالمجتمع. هي كانت البداية. الخطوة الثانية هي
بعد التعليم يعني إن كان بالمدارس أو بالجامعات صار في عندي قانون بيحق لهم لهدول الأشخاص الاندماج معنا أو التواجد معنا بالوزارات المختلفة. طبعاً نحن بمبنى الإذاعة والتلفزيون عنا كتير من هدول الأشخاص ونحن بنعرفهم وأثبتوا قدراتهم بهذا المجال. طبعاً نحن وقت بنقول ذوي الاحتياجات الخاصة نحن ما عم نقول فقط اللي عندهم اضطرابات إن كانت اضطرابات عقلية أو اضطرابات سمعية أو اضطرابات، لا حتى اللي عندهم نوع معين من التوحد. هلأ بدي أرجع لقبل هذا الشيء، من وين البداية بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة؟ البداية من البيئة الحاضنة، متى ما كان في عندي علاقة اجتماعية سوية بين الأهل وكل ما كان في تواصل بين الأفراد الأسرة الواحدة، كل ما كنا قادرين أنه نحن نعطي هذا الشخص أو هذا الطفل المهارات اللي هو بيحتاجها. المهارات طبعاً ما بتقتصر فقط على المهارات التواصل الاجتماعي، المهارات هي مهارات اجتماعية، مهارات حياتية. يعني أنا شو بيناسبني بسوق العمل؟ أنا بدي إياه يكون هذا الشخص لا يختلف عن الأشخاص الآخرين رغم أنه هو عنده احتياجات خاصة، لكن على الأقل أنه يكون بيعرف شروط العمل، بيعرف القدرة على التنظيم، بيعرف القدرة على الانضباط، بيعرف القدرة على إدارة الوقت. طبعاً هون كمان إلى إجراءات معينة. فهي المهارات بتبلش من الأسرة، بعد الأسرة ممكن المدرسة تشتغل بهذا الشيء وفق الإمكانيات المتاحة، وبعدين بالمراكز التدريبية. هلأ الخطأ اللي بيوقعوا فيه الأهالي هو أنه بيعولوا التعويل الهائل والكامل على هي المراكز التدريبية، أنه بما أنه أنا واضع هذا الشخص بهذا المركز التدريبي معناته هو قادر على أنه يتفاعل وقادر على أنه يمتلك المهارات العقلية والمهارات الاجتماعية، لكن أنا بيناسبني أو بيكمل لي هي عملية تكاملية. يعني كل الأفراد اللي أنا حكيت عنهم هن مشتركين بهذا الدمج، إن كان أسرة، إن كان مدارس، إن كان سوق العمل، وإن كان المجتمع ككل. تمام. كل حدا له دور معين، فالمهارات اللي أنا بدي أكسبها لهدول الأشخاص لحتى يندمجوا بالمجتمع يفترض تكون عملية تكاملية، كل حدا يعطيهم شوي، كل حدا يدربهم. طبعا المراكز التدريبية ما عم بتأثر بهذا المجال، حتى عم بتأمن لهم فرص عمل وعم تقوم بالإجراءات المناسبة لإدماجهم بسوق العمل. تمام، يعني مثل ما ذكرتي حضرتك في معايير في أساس قبل ما ندمجهم بسوق العمل. اليوم إذا بدنا نحكي عن هدول عن هي الفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، هل هم بيشكلوا عبء على أصحاب العمل؟ هلأ شوفي، نحنا ما بدنا نكون كتير مراوغين بالكلام، هن فعلا بيشكلوا عبء، لكن هو العبء مو العبء اللي نحنا بنفهمه الفهم الخاطئ له. يعني أنا يفترض قبل ما أدمجهم بسوق العمل وعطيتهم هاي المهارات بالمراكز التدريبية، هلأ بلشنا نحنا ناخد تجربة، هي تجربة اليابان اللي بلشوا فيها، وهي الجوب كوتشينج اللي هو مدرب العمل. طيب أنا هذا الشخص اللي هو ذوي احتياجات خاصة ليش بيحتاج مدرب العمل؟ الفكرة كانت أنه أنا وقت عم بدمج هذا الشخص أنا ما عندي فقط هذا الشخص بدي علمه القدرة على الانضباط والقدرة على تنظيم الوقت والقدرة على أداء المهام ومعرفة شروط العمل، كمان أنا عندي بيئة العمل حتى ما شكل هذا العبء اللي حكينا عنه. يفترض أنا يكون في عندي مدرب للعمل مرافق لهذا الشخص اللي هو ذوي احتياجات خاصة، بيرافقه بشكل يومي ببداية اندماجه بسوق العمل. طبعاً نحن بلشنا نطبقها هلأ، وخاصة مع متلازمة داون، وبلشت تكون المدربين هن اختصاصيين تربية خاصة بيرافقوا هذا الشخص لمدة معينة، ممكن حسب طبعاً كل اضطراب وكل وشدة هذا الاضطراب وحسب حاجة الشخص. يعني أنا ما فيني أقول قديه بيحتاج هذا الشخص لمهارات إذا ما عرفت حالته وكنت دارسة الحالة، فبيطلع من المركز التدريبي هذا المدرب العمل وبرافقه لذوي الاحتياجات الخاصة بالعمل. قلنا نحن الغاية منه هو إنه يكمل له المهارات اللي هو بيعرفها ويعمل على توظيف هالمهارات ببيئة العمل، وكمان
يعمل على تواصل بين بيئة العمل الأفراد الأصحاء إذا بدنا نقول والأفراد اللي عندهم احتياجات خاصة لحتى يفهموا كيف يتعاملوا مع هذا الفرد وما يقللوا من قيمته أو ينظروا له النظرة الضعيفة. يعني نحن مشكلتنا أنه بالعائلة بننظر للشخص المريض بغض النظر إن كان احتياجات أو غيره على أنه هو شخص على طول بحاجة مساعدة، لكن هو بمرحلة من مراحل حياته قادر على الاعتماد على ذاته الشفقة أكثر شيء تماماً. لهيك أنا بلشت بالبيئة الحاضنة وقلت التعويل الأكبر عليها لحتى تكمل هي المنظومة من المهارات. ويفترض أنا كمان نحن الخطأ اللي بنوقع فيه كعائلة هي أنه نحن بنحمل الأشخاص أو الأطفال اللي هن إخواته لهذا الشخص عبء أنه هذا الأخ هو مطلوب منك. فأنا العبء مو هو ما بيشكل لي على حياتي، أنا اللي بفرضه على حالي. صحيح. خلينا راما نوقف هون قبل ما ينتهي وقتنا عن دور الأهل. يعني ذكرتي أخ وأخت قد ايه ممكن يكون لهم تأثير على هي الفئة اليوم بالمجتمع. اليوم دور الأهل قد ايه ممكن يكون فعال بدمج هدول الأشخاص بالمجتمع أكثر؟ خلصنا من سوق العمل وصاحب العمل. تمام. قد ايه كمان ممكن يكونوا، هل ممكن انهم يشكلوا عبء بمرحله من حياتهم تكون هاي المرحله حساسه هي بمعنى العبء ولا المسؤوليه اكثر؟ كمان ما بدنا نظلم الاهل. ايه هلا شوفي، هي في مسؤوليه، هو تربيه الطفل بشكل كامل حتى لو كان هذا الطفل ما بيعاني من اي اضطراب او اي احتياج خاص، هي تربية، هي مسألة صعبة، هي مسؤولية لهدول الأهل. لهيك أنا يمكن إذا كان عندي طفل ذوي احتياجات خاصة فأنا بعطيه الاهتمام لكن مو إفراط بالاهتمام. أنا بدي راعي شغلة كتير مهمة هي أني أنا هلأ بلشت تظهر عنا، أنا رح أحكي عن التوحد بشكل يعني هيك صغير لأنه أنا عم شوف أنه في توحد عم يظهر عنا نتيجة التواصل الاجتماعي والشاشات التلفاز. هو مو نوع من التوحد، هو إشارات أو دلالات على التوحد، لكن التوحد هو جيني بالمطلق، بس هذا هو نتيجة الفقر البيئي. إذا بدك تقولي لي الفقر البيئي كلمة كبيرة، هي بس فقط أنه انعدام التواصل بين هذا الطفل مع الأهل أو بين الأطفال يلي هن موجودين بعائلة واحدة، هو عم يعمل لي هذا العبء على الأسرة أو عم يعني أظهر هي الاضطرابات أو عم بيفاقم، إذا كانت موجودة هو عم بيفاقمها. لهيك دور الأسرة طبعا كبير جدا، أوله أنه يضل في تواصل مع الطفل أيا كان نوع الاضطراب اللي بيعاني منه هذا الطفل، ما نشعره بأنه هو أقل من أخواته أو أقل من أقرانه، بالعكس أنا يفترض أعطيه ثقة بحاله، أعطيه شوية مهام ليقوم فيها لحتى يكون فعال، حتى هو وقت بيكبر وبيكون بسوق العمل يقدر يقوم بهي الأعمال، وما أحرمه من أي نوع معين من الأنشطة، وحتى كمان ما عول على الأخوات أنه هن المسؤولين عن تربيته أو الاهتمام فيه، وكمان ما اثقل كاهل هدول الاخوات الاصحاء على انه انا بدي كل شيء انحرمت منه لانه انا عندي هي الحاله، فانا بعطيهم مهام زياده او بعول عليهم انه هذا الطفل رح يعوضني عن كل شيء انا مريت فيه قاسي وصعب بسبب هذا الطفل. تمام. هي المفارقات او المقارنات هي اذا انا قدرت يعني حركها ايجابيا فانا بكون خففت من هذا العبء وبقدر ادمجه للطفل بالمجتمع بشكل كامل. تمام. اليوم انت بدنا نحكي عن ذوي الاحتياجات الخاصة، خلينا نروح لأهميتهم بالمجتمع، أهمية وجودهم بسوق العمل. هلا شوفي، هن جزء كبير من المجتمع وهو جزء هام، فيفترض انا كسياسه كمجتمع اتقبل وجودهم ضمن هذا المجتمع، اكيد لهم دور فعال، نحن عم نشوفهم هلا بكل مجالاتنا، يمكن هي الطاقه اللي موجوده عندهم، يمكن مو الكل عنده اياها هاي القدرات عن جد، وعلى طول عم يثبتوا لنا انه رغم الضعف اللي هن عندهم او رغم الاحتياج الخاص مو ضعف، رغم يعني هذا شيء لكن الحياة مستمرة عندهم، وبالعكس هن بينظروا للحياة بنظرة إيجابية أكثر منا على فكرة، فنحن بنتعلم منهم، فتقبل المجتمع لهدول الأشخاص هن من هي الفكرة انطلق. طبعا نحن على طول بنقول إنه هو ما في شخص معاق، هو في شخص في مجتمع معيق لهذا الشخص. متى ما بلشنا نتقبل وجود هدول الأشخاص فما بقى في إعاقة عنا أو ما بقى في احتياجات خاصة. هلأ شوفي رح أقول
شيء نحن كلياتنا عندنا احتياجات، ان كانت احتياجات عاطفيه ان كانت احتياجات ماديه، هي احتياجات. يعني انا صحيح. ما فيني كمان اقول انه انا شخص كامل بالمطلق. تمام. كل حدا عنده احتياج. تمام. لكن هدول رب العالمين اصطفاهم لحتى يكون عندهم نوع من الاحتياجات اللي ممكن تتطلب منا نحن نساعدهم بشكل اكبر. واليوم صحيح. كمان عم شوف انه النظره لهدول الاشخاص ولهي الفئه عم تتحول من شفقه او انه دونيه، حتى مثل ايام زمان يمكن ما كان في هذا التفاهم لهي الحاله اكثر. اليوم في نظره حب ودهشه وتميز لهدول الاشخاص لانهم فعلا عم يعملوا اشياء يمكن بيصعب على الشخص الطبيعي انه يعملها، او حتى هو وبحالته يلي هو فيها عم يقدر يعمل اشياء جدا صعبه وبيقدر عليها اي حدا ممكن يكون اكبر منهم او احسن منهم. اليوم من خلال هيك هذا التطور يلي نحن عم نعيشه، اهم النصائح لكل حدا ممكن يكون عنده شويه جهل بهي القصه، اهم نصيحه باخر دقيقه. هلا ما في حدا كامل مثل ما قلنا. كل حدا قادر يتميز بمجال معين من المجالات. اهم شيء انه انا اكتشف القدره عند هذا الطفل او عند هذا الشخص، حاول ننمي له اياها ووفر الامكانيات المناسبه لحتى يكون مندمج بالمجتمع ويعيش حياه على الاقل فيها الحد الادنى من الطبيعيه. وان شاء الله يعني نحن بنسال السلامه للجميع. نحن ما بنتمنى اي شخص يكون عنده هي الحاله، لكن وجودهم فرض انه نحن نقابلهم بمحبه، بتعاون، بمساعده، بتكافل اجتماعي، وهذا هو الاهم. أكيد بدنا نتشكر حضورك وكل المعلومات اللي قدمتينا إياها اختصاصية تربوية راما حمود. يسعد صباحك، نورتينا. يسعد صباحكم. سلامة للجميع أكيد مشاهدينا، وسلامة لك وكلام أنت بألف خير. شكرا لك راما. شكرا لك، يعطيكم العافية.